أريد أن أسأل أبينا وأبانا وسيدنا القرضاوي المحترم، ما هو رأي شيخنا الفاضل الدكتور القرضاوي المحترم بفتوى الشيخ الفاضل مفتي المملكة العربية السعودية حين أفتى بأن الشيخ القرضاوي هو لوطي وابن زنا وكلب؟ أخ عبد الرحمن، نرجو أن نلتزم جميعا آداب الحوار وآداب الخروج على الشاشة. نأخذ الأخ عمر السفرجي من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. يقول الله سبحانه عز وجل: قل إنما